ران ميت الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، وين ران وين يفوز بالأداء والنتيجة وبنتيجة ثقيلة 6 أهداف مقابل هدف. شان مارتين وين سجل الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء، يعني وين في الدقيقة 18، مارتين يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 27. شان كيفاش سيرو الذي سجل كذلك 3 أهداف يعني في الدقيقة 40 من انتهى الشوط الأول ب3 أهداف لصفر أمام مارتي مات. يعني شأن الشوط الثاني سيرون يعود ويسجل هدف في الدقيقة 54، تراولي في الدقيقة 59، يعني سيرو يعني وين يعود ويسجل في الدقيقة الهدف السادس في الدقيقة 64. يعني كانت مباراة شيقة، مباراة وين شاهدنا هدف شارف لويس يعني لصالح ميت في الدقيقة 87. يعني كانت مباراة شيقة، مباراة نقولوا 70% نسبة استحواذ ريال ميت 30%. شاهدنا كيفاش وين برناو للمدرب جينيسيون اللي دخل بخطة 4-3-3. شاهدنا كيفاش فيدريك المدرب تاع ميتس اللي دخل بخطه 3-4-3، وين شاهدنا في هذه المباراه اسكندر اوكاشدا اللي كان احتياطي في المباراه، شاهدنا امادو فريد بولايا اللي دخلوا الشوط الثاني، ابو لويس لكن بدون جدوى، شاهدنا مارك في الحراسه تاع ميتس، جيميرسون يعني ديلان كيكي فالي لكن بدون جدوى، شان نيكولاس كذلك لكن بدون جدوى، شان وين ران يعني دوغان في الحراسة، شان لايبس أماري تراوري المسجل الهدف، شان فيليني بنجامين لوفار باستياست مارتين سيرون يعني اللي كان عندهم حصة الأسد في الأهداف التي سجلت، يعني خاصة وين نقولوا بلي ران يعني أمام ميت وين لعب بطريقة كانت ذكية جدا، وين عرف كيفاش يعني بدون تضييع ولا فرصة، يعني ما كاش فرصة، على بال بلي حسب الأرقام وين ران لم يعني كل فرص سجلها، كل فرص يعني جاتو ضربة جزاء سجلها مارتين يعود ويسجل الهدف في الدقيقة 27، الهدف الثالث في الدقيقة 40 سيرون، وين انتهى الشوط الأول ب3 أهداف لصفر لصالح ران. الشوط الثاني سيرو يعود ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 54، تراوري كذلك وين يعود ويسجل الهدف في الدقيقة 59 الهدف الخامس، سيرو وين يعود ويختتم الأهداف ب6 أهداف في الدقيقة 64. يعني وين نقولوا بلي سيرو اللي سجل 3 أهداف، مارتين هدفين، شان لويس يعني مافوتا الذي سجل هدف الشرف لميتس في الدقيقة 87. هذه هي النتيجة اللي انتهت عليها، وين نقولوا بلي الجولة 29 ران 6 أهداف ميت هدف في الدور الفرنسي الدرجة الأولى، يعني الجولة 29. سعيد.